محاضرتنا هي عن الدايفيرسيتي. قبل أن نبدأ بالمحاضرة نأخذ مراجعة سريعة عن المحاضرة السابقة. آخر محاضرة أخذنا البيت إيرور ريت بالوايرلس والوايرلاين، وعرفنا أنه من خلال الأمثلة أنه البيت إيرور ريت بالوايرلس يكون أعلى بكثير من البيت إيرور ريت بالوايرلاين، وهذا هو بسبب الفيدينج. هنا نجي على موضوع الدايفيرسيتي. الدايفيرسيتي هو أحد الحلول لمشكلة الفيدينج. الآن نجي نتعرف شنو الكونسبت مفهوم الدايفيرسيتي. هسه هنا عندي هذا الشكل الأمامكم، عندي مقارنة بين الترديشنال وايرلس سيستم اللي هو يتألف من سنجل لينك أي سنجل شانل بين الترانسميتر والرسيفر، وعندي هنا الوايرلس سيستم والدايفيرسيتي. الوايرلس سيستم اللي هو تراديشنال، هنا عندي يتألف، هنا عندي ترانسميتر وهنا عندي رسيفر، هذا هو الشانل اللي هي بين الترانسميتر والرسيفر. عادة من نرسل المعلومات عن طريق الشانل مثل ما قلنا راح يصير بيها فيدينج، وربما يصير بيها ديب فيد بحيث الرسيفر ما يستلم أي معلومة، مثل ما هنا أمامكم بالشكل هنا، هذا عندي صار ديب فيد، فبالنتيجة الرسيفر ما راح يستلم أي معلومة. هذه المشكلة راح تنحل قلنا بالدايفيرسيتي. هنا عندي الشكل أمامكم اللي هو الدايفيرسيتي، عندي أيضا ترانسميتر هنا وعندي ريسيفر. الفكرة هي أنه الترانسميتر يرسل المعلومات عن طريق مالتي شانل، أكثر من شانل. يعني هسه هذه اللاينات اللي أمامكم هذه وهذه، هذه الأربع لاينات هذه تمثل الشانل، يعني الترانسميتر راح يكرر إرسال الانفورميشن عن طريق أكثر من شانل. فبالنتيجة إذا وحدة من الشانل صار بها ديب فيد، فالرسيفر ممكن يستلم عن طريق شانل أخرى. هسه هنا أنا بالشكل أمامكم المثال، الترانسميتر أرسل معلومات، الشانل الأولى صار بيها فيدينج، الشانل الأخيرة أيضا صار بيها ديب فيدينج، الرسيفر استلم المعلومات بشكل صحيح عن طريق الشانل الثانية والشانل الثالثة. فهذه هي فكرة الدايفيرسيتي، يعني بالنتيجة الرسيفر راح يستلم الانفورميشن عن طريق شانل أخرى. هسه ناخذ اكزامبل على الدايفيرسيتي. هنا هذه العباره اللي امامكم اللي هي سنجل انبوت، سنجل انبوت مالتيبل اوتبوت وايرلس سيستم، هذا هو مثال على الدايفيرسيتي. السنجل انبوت مالتيبل اوتبوت سيستم، هنا انا عندي، هنا امامكم بالشكل عندي ترانسميت وايرلس ترانسميتر ومالتي انتنا ريسيفر، يعني احنا من دا نقول سنجل انبوت مالتيبل اوتبوت، يعني بالترانسميتر عندي سنجل انتنا، عندي سنجل انتنا، وبالريسيفر عندي مالتي انتنا، هذه اللي هي RX1 RX2 الى RXL. شلون راح هنا راح تتكون المالتي شانل من الترانسميتر، يرسل الانفورميشن عن طريق هذه السنجل انتنا الى الانتنا رقم واحد اللي هي الانتنا رقم واحد اللي هي RX1، راح تتكون بين الترانسميتر يعني TX1 والRX1، راح تتكون شانل، وبين ايضا من يرسل الانفورميشن الى الانتنا الثانية ايضا راح تتألف، راح تتكون شانل بين TX1 والRX2 وهكذا إلى حد عدد الأنتنة الموجودة بالرسيفر، راح تتكون شانلات. هنا من يعني راح تتألف شانل بقدر عدد الأنتنة الموجودة بالرسيفر.
لكون انه ال بين انتنا وانتنا اكو فد مسافة معينة، فمن الترانسميتر يرسل ال انفورميشن الى انتنا رقم واحد. ظروف الشانل بين الترانسميتر ومثلا الار اكس 1 يكون مختلف عن ظروف الشانل بين الترانسميتر والار اكس 2. يعني هذه الشانل ظروفها تختلف مثلا عن هذه الشانل. ربما هذه الشانل صار بها ديب فيد وهذه ايضا صار بها ديب فيد، فممكن انه ظروف الشانل اللي هي الثانيه بين التي اكس 1 والار اكس 2 تكون ظروفها جيده، فبالنتيجه راح يستلم الريسيفر المعلومات عن طريق الانتنا رقم 2 وعن طريق الشانل الثانيه راح يستلم بشكل صحيح. هاي مثال لتوضيح الفكره. هسه راح ناخذ الماثيماتيكال موديل للسنجل انبوت مالتيبل اوتبوت لهذا الرسم اللي هسه شرحناه، بسيط جدا. هسه عندنا الترانسميتد سيجنال راح نفرضها باينري بي اس كي. احنا مر علينا اخذنا الباينري بي اس كي بمحاضره سابقه، قلنا انه الواحد راح يعني البت 1 هو كورسبوندينج الى بلس تحت الجذر بي، وبت 0 هو كورسبوندينج الى ماينس تحت الجذر بي. مثل ما قلنا هسه بالريسيفر راح يكون عندي L received antenna، فبالنتيجة راح تتكون L channel. زين، هسه هنا معادلة رقم 2 اللي هي شو تمثل لي هذه المعادلة؟ هذه المعادلة تمثل لي ال received signal at i antenna، يعني هنا الرقم الانتنا راح نمثلها ب i. اذا يعني الانتنا رقم واحد بالريسيفر يعني مع كانه هنا الاي يصير واحد، اذا كانت الانتنا received signal at انتنا رقم 2 الاي 2، هنا نعوضها i for general تساوي h i p x of k plus n i of k. ال HI هي عبارة عن الفيدينج كوفيشنت، وال NI هي عبارة عن الاديتيف وايت جاوزيان نويز. هذه المعادلة معناتها انه السيجنال المستلمة منين تكونت من ارسال من مرور السيجنال الترانسميتد سيجنال اللي هي هذه مرورها بالشانل، من مرت بالشانل انضربت بالفيدينج كوفيشنت. هذا الرمز مر علينا نعرف هذا شنو معادلته من المحاضرات السابقه، وانضاف الى النويز اديتيف وايت جاوزيان نويز. فبالنتيجه عندي هنا أنا راح الريسيفد سيجنال هي عبارة مثل ما قلنا هي عبارة عن الترانسميتد سيجنال مضروبة بالفيدينج كوفيشنت مضاف إلها النويز. طبعا هنا أنا مثل ما تشوفون ال HI وال NI هي تكون يعني الكل شانل مختلفة، يعني هنا أنا الكل شانل أكو فيدينج كوفيشنت ونويز مختلف عن الشانل الأخرى، لذلك إحنا خاليلها I لأنه تكون أيضا هي عبارة عن شكل فيكتور قد عدد الشانل. هسه هنا أنا راح نعوضها بشكل فيكتور بمعادلة رقم 3. ال y i هي من 1 إلى l. ال h i هنا نعوضها بفيكتور اللي هي من 1 إلى l، اللي هي قلنا ال l هي عدد الأنتنا بالريسيفر واللي هي بقدها عندي عدد الشانل، فبالنتيجة عندي l من الفيدينج كوفيشنت وهنا عندي L من النويز. كل شانل تكون النويز independent.
كل channel. الاكس هنا single، ليش؟ لكون انه احنا من دا نرسل بالترانسميتر عندي دا ارسل من single antenna، وهي نفس المعلومات اني دا ارسلها، دا اكرر ارسالها الى اكثر من antenna بالreceiver. هذه هنا نفس الشيء بس مجرد فصلتهن، انه بما معناه انه اني اقدر اعوض الواي كي بهذا الشكل، والاتش اللي هو الفيدين كوفيشنت بهذا الشكل، والنويز ايضا بهذا الشكل. فيكتور قلنا هذا الفيكتور قد عدد الانتنا بالريسيفر. هسه هنا راح نختصر، بدل ما فيكتور نعوضها بمتغيرات. هسه مثلا عندي هنا الواي كي، الواي هنا امامكم بشكل حتى اعرف انه هذا فيكتور مو رقم واحد، اذا نقول الواي تنتمي الى سي اس ال في واحد. السي هو كومبلكس نمبر، ال هو الدايمنشن، يعني هنا عندي الدايمنشن مال هذا الفيكتور اللي هو ال يتالف من كومبلكس نمبر، يعني الواي بقيم كومبلكس. لو كان مكان السي ار كان قلنا هذا الفيكتور هو عباره عن فيكتور الدايمنشن مالته ال وهو ريل نمبر، لكن هنا كومبلكس. ونفس الشيء كذلك بالنسبه للنويز. لحد هنا احنا عرفنا شنو يعني diversity واهميته، وايضا اخذنا مثال على على diversity اللي هو single input multiple output، وعرفنا المفهوم انه الفكرة الاساسية بدل ما نرسل المعلومات عن طريق channel وحدة، وهذه channel اذا صار بيها deep fade راح اخسر المعلومات وما راح توصلني بشكل صحيح بالreceiver، بالdiversity راح ارسلها عن طريق اكثر من channel، فبالنتيجة إذا وحدة من الشانلات صار بيها deep fade راح يستلم الريسيفر المعلومات عن طريق شانل أخرى. وأخذنا مثال اللي هو single input multi output. هنا عندي نجي على موضوع الأنتنة diversity. عندي الأنتنة بالريسيفر، يعني هسه الأنتنة received antenna، العفو الأنتنة الموجودة بالريسيفر استلمت received signal. هذه الريسيفد سيجنال شلون اني اسوي يعني من عندها ديتكشن باعلى سيجنال تو نويز ريشيو حتى اكتشف الاشاره، لانه اللي تجيني اني اكثر من اشاره، كل عند كل انتنا توصلني سيجنال، شلون اني استغل وجود هذا المالتي سيجنال اللي هي بالريسيفر بحيث اسوي ديتكشن للاشاره باعلى سيجنال تو نويز ريشيو. هنا عندي أكثر من طريقة، إحنا راح نستخدم ممكن هذه اللي طلعت تطلعون عليها فقط الثلاث نقاط هذه، لكن إحنا راح نركز على الطريقة الثالثة اللي هي طريقة البينفورمينج. هنا أنا عندي راح نبدي بموضوع البينفورمينج ماكسيمايز إس إن آر، ماكسيمايز إس إن آر يوزينج بينفورمينج technique in multi antenna system. البينفورمينج هي عبارة عن تقنية تستخدم بتطبيقات مختلفة. هنا احنا راح نستخدمها لغرض انه نسوي maximization للsignal to noise ratio بالreceiver باستغلال المالتي ريسيف سيجنال من المالتي انت من المالتي انتنا بالريسيف سيجنال. هي عباره عن يعني تسوي تركيز للاشاره المنبعثه من اكثر من انتنا بحيث السيجنال تو نويز ريشيو يكون ماكسيمم. هسه من راح نبدي بالاشتقاق راح نفهم اكثر. هسه عندي هنا الواي الريسيفد سيجنال المستلمه بالات ال ريسيفد انتنا هي واي 1 واي 2 الى واي ال. هذه الريسيفد سيجنال احنا قلنا نريد من خلالها نسوي ديتكشن للسيجنال المرسله باعلى سيجنال تو نويز ريشيو. فش نسوي؟ نسوي لها كومباينيشن او نضربها بويت فيكتور. هذا الويت فيكتور اللي هو اسمه بيرفورمر فيكتور، هذا هنا مثل هذا المعادلة رقم 6 نضربها بهذا الويت فيكتور. هذا الويت فيكتور طبعا هو
فيكتور بيقين ممكن يسوي لها amplification يعني حسب للإشارة. زين، على أي أساس تكون يعني القيم الموجودة بهذا الفيكتور؟ القيم الموجودة بهذا الفيكتور تكون على أساس القيمة اللي تنطيني maximum signal to noise ratio. يعني هسه إحنا قبل نبدي بالاشتقاق الطويل، ملخص هذا الاشتقاق إنه راح نطلع معادلة للسيجنال تو نويز ريشيو بدلالة الويت، وبعدين نطلع قيمة الويت اللي ينطيني أعلى سيجنال تو نويز ريشيو. إحنا بهذه المحاضرة راح فقط نصل إلى معادلة السيجنال تو نويز ريشيو. الأسبوع القادم إن شاء الله نكمل على هذا الاشتقاق ونطلع قيمة الويت اللي تنطيني أعلى سيجنال تو نويز ريشيو. هسا نكمل الاشتقاق. فكرة الاشتقاق إن شاء الله تكون واضحة. هسا عندي الـ R هي الـ Received Signal with Complex Weight اللي هي W1 إلى L. الـ W هو عبارة عن أيضا فيكتور الـ Dimension مالته بقد عدد الـ Dimension مال Received Signal. إحنا قلنا الـ Received Signal هو L الـ Dimension مالته، هنا همتين L في واحد، وايضا C اس L في واحد، فمعناتها انه complex. هاي كاتبت لكم اني complex vector with L dimension. هذا هو ال vector. ال اس H هنا بهذا الشكل W اس H هنا معناتها Hermitian vector. Hermitian يعني شنو؟ يعني transpose and conjugate. يعني شنو transpose؟ اذا كان ال vector الاصلي row column ينقلب يصير العفو رو فيكتور يصير كولوم، إذا كان كولوم يصير رو. هسه الفيكتور الأصلي اللي بدون H هو كولوم، فبالترانسبوز صار رو. والكونجيكيت هنا عكس الإشارة الجزء التخيلي، تعرفوها أكيد. إحنا قلنا اللي قدام إنه هو هذا الفيكتور كومبلكس، فهنا من دا ناخد كونجيكيت للرقم الكومبلكس الموجود داخل الفكتر داخل الفكتر. احنا هنا بدنا نعوضها بشكل رموز. زين، هسه احنا نسوي عملية الكومباينيشن اللي هي راح نضرب هنا هذا الفكتر في هذا، نضرب في هذا الواي. هسه اني هسه راح نجي هذا الواي، الواي راح اعوض المعادلة رقم 5 اللي طلعتها، نرجع لها حتى نتذكرها.